إلى نبيل صلحاني، رئيس قسم التدريب في الدفاع المدني. صباح الخير. صباح الخير، يعطيكم العافية. أنت كمان تفضل أستاذ نبيل، شو عنا جديد؟ العملية اللي قمت فيها عناصر مديرية عامة للدفاع المدني، كان في عنا 11 مهمة لإطفاء الحرائق بمختلف المناطق اللبنانية، وكانت متنوعة بين حرائق بالمنازل، مستودعات، محلات وسيارات وكهرباء. كما كان في 3 مهمات للإنقاذ و20 مهمة إسعاف، كانت موزعة بين عملية تدخل بحوادث السير ونقل المرضى، و4 مهمات للسلامة والخدمات العامة. ما كان مجموع 38 مهمة خلال 24 ساعة اللي مرت. قلنا للجميع كمان مثل العادة السلامة والوقاية، وخصوصا من الوباء يلي عم ينتشر بسرعة وسرعة. بتذكروا دايما انه رقم الطوارئ 125 للدفاع المدني موجود حدهم لتلقي اي طلب للمساعدة، يلي ان شاء الله كمان ما حدا يعوزه. وشكرا لكم. شكرا لك. خلينا نقلكم يعطيكم العافية على مدى كل أيام السنة.